الحلقات ال 18 من مسلسلات رمضان طبعا كانت كلها احداث مشوقه، سواء الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميديه. الحلقات اللي فاتوا حلقات اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر ان هو يتابع ملخص لاهم احداث الحلقات ال 18. مسلسلات كتير قوي يا احمد. ده حقيقه جمانة، عندنا الكتيبه 101، عندنا الكبير قوي الجزء السابع، وجعفر العمده، وعمله نادره، وغيرها من المسلسلات. وكمان معانا الثلاث حلقات للمسلسلات اللي بدأت يعني في النص الثاني من رمضان، زي جت سليمة لدنيا سمير غانم، وتحت الوصاية لمنى زكي، وكشف مستعجل. تعالوا نشوف ملخص المسلسلات في هذا التقرير. الحلقات ال 18 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101، واللي شهدت الحلقة العثور على الضابط نور عمرو يوسف وهو مصاب، وتم نقله للمستشفى وإجراء جراحتين له، وبسبب ده هيغيب عن المشاركة في العمليات لمدة 6 شهور. وبتتطور الأحداث، وبيقوم التكفيريين بقتل زوجة فتحي عبد الوهاب بعد ما هرب وترك الإرهابيين في الشيخ زويد. هنا تبقى هنا مكاننا. في الحلقة 18 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، بتبدأ الأحداث بعقد قران هند أو سلمى أبو ضيف على عقيل في المسجد، وكان متواجد ناس كتير. وهنا تدخل الإمام الشافعي وطلب بأنه يتم الحصول على إذن هند في زواجها، استناداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكره ثيب على زواج. انتظر أيها الفقير، هند ما بها؟ هل تم استئذانها أم لم تستأذن؟ يجب أن يسمع من سيشهد على هذا الزواج إذن هند. ألم تستأذن في خطبتها؟ هذا خالها، وهند أرملة أخي، فهل هناك من هو أحق أن يرعاها زوجة مني؟ هذا لا يلزم، يجب أن تستأذن وأن تقول رأيها صراحة لفظاً مسموعاً. يا رجل، إذا كان لا إكراه في الدين فهل سيكون في الزواج يا عقيل؟ بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 بتنفيذ جابر أو أحمد العوضي أول عملية لتجارة السلاح، بعد لما استمع لتعليمات أنور أو أحمد بدير. وبالفعل بيتسلم السلاح من بعض المهربين وبيديهم الفلوس، وهو راجع هجموا بعض الأشخاص وضربوا عليه نار، لكنه تفاداهم وحاول الهرب منهم. شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 18 فوز حسن أبو عصاية أو كمال أبو ريع على عبد الجبار جمال سليمان في الانتخابات على مقعد عضو مجلس النواب بالنجع، وظهرت نيلي كريم مع شداد أو محمد لطفي وهم بيضحكوا وبيشمتوا في عبد الجبار. الله الرحمن الرحيم، تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة، والمرشح فيها على مقعد الفئات كل من السيد عبد الجبار عبد الجبار، والسيد حسن أبو عصاية، والسيد حمزة أبو المجد المنوفي، وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 18,930، وبذلك يكون الفائز عن هذه الدائرة هو المرشح حسن أبو عصاية. الله أكبر، الله أكبر، الله مبروك يا أخوي. تطورت أحداث الحلقة 18 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة. طه القماش وافق بشكل مبدئي للمعلم علوان على زواجه من عيشة، ووعده بأنه يفاتح أهله في الموضوع، خصوصاً بعد وقوف علوان جنبه في الصفقة اللي بيجهز ليها. ربنا وحده عالم بغلواتكم عندي، وإن أي وقفة أنا وقفتها معاك هقول هام عشان أنت راجل مجدع وتستاهل، وتاني هام عشان بحس إن إحنا أهل. بصراحة كده كلامك شجعني إن فتحك تاني في موضوع عيشة. أنا عارف إن الحاج الله يرحمه ما كانش موافق، إنما أنا شارع طه، وربنا يعلم باللي في قلبي وهشيلها جوه عيني كمان.
بص على بقى مبدئيا كده انا ما عنديش مشكله، بس طبعا اديني يومين ثلاثه شور بس على الحاجه وعلى هيشه. حدك العيب، شورهم براحتك وانا في انتظارك بالاذن. دارت خناقه بين عيله جعفر العمده وابناء حماده فتح الله خلال احداث الحلقه 18 من مسلسل جعفر العمده، وده في الوقت اللي كان فيه جعفر العمده مع زوجته زينه في لبنان. جعفر عرف الموضوع ونزل بسرعه على المطار، لكن اتقبض عليه بعد لما قام شخص بوضع المخدرات في شنطته. فين جعفر؟ جعفر اتمسك في المطار بمخدرات وقال لهم في المطار اني طلعت وقابلني بالصدفه عشان ما يمسكونيش معاه. بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير قوي بعودة حزلقوم أو أحمد مكي من الخارج، وراح علشان يتابع الشغل في المصنع اللي اشتراه، الشرابية للشرابات، واتخانق مع أحد الموظفين علشان ما لقاش شراب لونه برتقالي. أنا دلوقتي عرفت أنتوا بتخسروا ليه؟ عشان البسخ. إيه لازمة التلات تكييفات في أوضة وكل ده خشب؟ وإيه الترابيزة دي؟ إيه الطول ده كله؟ إحنا ممكن نقصها ونعملها ست ترابيزات بينج. شهدت الحلقة 19 من مسلسل سر الباتع للمخرج خالد يوسف استعدادات السلطان حامد وجيشه الصغير من الفلاحين لاقتحام قلعة الفرنسيين، وإنهم يجيبوا رأس القائد بيلو، علشان كده عنوان الحلقة كان رأس بيلو. نخلص عليك دلوقتي ولا تيجي ويانا؟ وصفية تخلص عليك وتاخد طرح. شكلك عايز تقول حاجة. ماشي، أنا أخلي ناجي يشيل يده من على بقك، بس وكتاب الله لو صرخت أو عملت أي حاجة لا يخلص عليك قبل ما تطلع نفس واحد. أنا مش شيل يدي، خلص مفيش وقت. اصبر عليا شوية يا ناجي، أنا ليه شوف حاجة مع الراجل دي. يا حامد ما ينفعش كده، أي حارس هيعدي هيلاقي الحراس مقتولين، هنروح في داهية. خلصنا والنبي، خلص عليه ونخلص. محدش هيخلص عليه غيري أو صافية، وأنا أميل للتانية. الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي شهدت قيام عيد بقطع شبك الصيد عن عمد، ورهن صديقه بأن الرئيسة حنان أو منى زكي مش هتقدر تتعامل مع المشكلة دي، لكنها فاجئتهم وقدرت أنها تصلح الشبكة، وقالت أن أي شخص على المركب جاي يهزر يرجع على أي مركب تانية، وهنا رد الجميع وأكدوا أن هم جايين للعمل. عم ربيع. أيوة. أنا جوزي حاطط كل فلوسه في السرحة دي، فاللي فاكر إنه طالع يتساير ولا يهزر يكلم مركب تانية تيجي تاخده. لا، كلنا جايين نشتغل وهنعمل أحلى شغل. يبقى ما اسمعش بقى حد فيكم يقول نستعوض ربنا في السرحة دي. في مسلسل جت سليمة الحلقة الثالثة، دنيا سمير غانم أو سليمة اتنكرت في شخصية مطربة علشان تدخل قصر السلطان طمعان وتدور على أخوها جوه القصر، وقدمت أغنية ارقصوله علشان تقنع الجميع بأنها مطربة. بعدها حاولت أنها تدور على أخوها عمر، لكن الحراس وقفوها هي والموكوس. ارقصوله